هل أنت متعب مهموم؟ استمع إلى هذه القصة، قصة رائعة أحببت أن أشارككم بها وأهديكم إياها. كان في البلدة رجل اسمه أبو نصر الصياد، يعيش مع زوجته وابنه في فقر مدقع. وذات يوم، وبينما هو يمشي مهموماً مغموماً على زوجته وابنه الذين كانا يبكيان من الجوع، مر على أحد علماء المسلمين وهو أحمد بن مسكين وقال له: أنا متعب مهموم. فقال له: اتبعني إلى البحر. ذهبا إلى البحر، فقال له الشيخ: صلي ركعتين ثم قل بسم الله. فقال بسم الله، ثم رمى الشبكة فخرجت بسمكة عظيمة. قال له: باعها واشترى طعاما لأهلك. فذهب وباعها في السوق واشترى فطيرتين، إحداهما باللحم وأخرى بالحلوى. قرر أن يذهب ليطعم الشيخ منها، فذهب إليه وأعطاه فطيرة. فقال له الشيخ: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة، أي أن الشيخ كان يفعل الخير للخير ولم يكن ينتظر له ثمنا. ثم رد الفطيرة إلى الرجل وقال له: خذها أنت وعيالك. وفي الطريق إلى بيته قابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها، وقد أخذا ينظران إلى الفطيرتين في يده. فقال في نفسه: هذه المرأة وابنها مثل زوجتي وابني، يتضوران جوعا، فماذا أفعل؟ نظر إلى عيني المرأة فلم يحتمل رؤية الدموع فيها، فقال لها: خذي هاتين الفطيرتين. ابتهج وجهها وابتسم ابنها فرحا، وعاد الرجل يحمل الهم والغم، فكيف سيطعم امرأته وابنه؟ وبينما هو يسير مهموما سمع رجلا ينادي: من يدل على أبي نصر الصياد؟ فدله الناس على الرجل، فقال له: إن أباك كان قد أقرضني مالا منذ 20 سنة ثم مات ولم أستدل عليه. خذ يا بني هذه 30,000 درهم مال أبيك. يقول أبو نصر الصياد: أصبحت من أغنى الناس، وصارت لدي بيوت وتجارة، وصرت أتصدق بال1,000 درهم في المرة الواحدة لأشكر الله. ومرت الأيام وأنا أكثر من الصدقات حتى أعجبتني نفسي. وفي ليلة من الليالي رأيت في المنام أن الميزان قد وضع، ونادى مناد: أبو نصر الصياد، هلم لوزن حسناتك وسيئاتك. وضعت حسناتي في كفة وسيئاتي في الكفة الأخرى، فرجحت كفة السيئات، فقلت: أين الأموال التي تصدقت بها؟ وضعت الأموال، فإذا تحت كل 1,000 درهم إعجاب نفس كأنها لفافة من القطن لا تساوي شيئا، ورجحت كفة السيئات. أخذت أبكي وأقول: كيف النجاة؟ فإذا بالمنادي يقول: هل بقي له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: نعم، بقيت له فطيرتان. فتوضع الفطيرتان في كفة الحسنات، فتهبط كفة الحسنات حتى تتساوى مع كفة السيئات. فخفت، فإذا بالمنادي يقول: هل بقي له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: بقي له شيء. فقلت: ما هو؟ فقيل له: دموع المرأة حين أعطيت لها الفطيرتان. وضعت الدموع فإذا بها كحجر ثقيل، فثقلت كفة الحسنات. فرحت عندها كثيرا، فإذا المنادي يقول: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم، ابتسامة الطفل الصغير حين أعطيت له الفطيرتان، فإذا بكفة الحسنات ترجح كثيرا. وأسمع المنادي يقول: لقد نجا، لقد نجا. استيقظت من نومي وأنا أقول: لو أطعمنا أنفسنا هذا لما خرجت السمكة. إشراقة: خففوا من دموع المحتاجين، ارسموا البسمة على وجوه الأطفال أكثر من فعل الخيرات، ولكن اجعلوا أعمالكم دائما خالصة لوجهه تعالى.